فبالتالي النادي الاهلي النهارده لما يطلع ويخطر اتحاد الكره بموقفه من السوبر والبطولات المستحدثه، موقف رائع وممتاز جدا، لان انا خلاص انا استنفذت كل الطرق الممكنه لمخاطبتك عشان اعرف ايه اللي هيحصل في الموسم المحلي. استكمال مباراه الكاس هتبقى امتى؟ السوبر وضعه ايه؟ يعني لو نبص كده ونقرا ونتمعن في خطاب النادي الاهلي، الخطاب بيقول ايه؟ ارسل النادي اليوم خطابا للاتحاد المصري اكد فيه على انه سوف ينتظر موافاته بموعد بطوله السوبر التي تقام سنويا من مباراه واحده بين بطلي الدوري والكاس، حيث بطلي الدوري والكاس، حيث يتطلع فريق الاهلي للدفاع عن لقب البطوله الذي يحمله، لانه اخر نسخه الاهلي فاز على بيراميدز في البطوله، وهيشارك فيها الاهلي هيشارك فيها سواء بنظامها الحالي او اذا طرأ تعديل على هذا النظام. شريطه، هنا في شرط بقى، ان تظل هذه البطوله حال تعديل نظامها استمرارا لبطولات السوبر المصريه في الاعوام السابقه. ما مش منطقي لما تعمل تحديث على شكل البطوله تقول لي اللي فات مات، لا انت لازم تكمل ولازم اللائحه تستمر بنفس البطوله اللي فاتت بالبطوله اللي جايه، انت زودت بس عدد المباريات، عملت تعديل على نظام عدد المباريات. طيب اخترتني؟ لا ما اخترتنيش. هل قلت البطوله مكمله للبطولات اللي فاتت؟ لا. هل البطوله هتحمل نفس الرقم او رقم جديد يلي البطولات بتاعت العام الماضي؟ لا. هل البطوله بذات نفس اللوائح بتاعت البطولات اللي فاتت؟ برضو لا. الاتحاد ما بيقولش حاجه، الاتحاد ما بيجاوبش على حاجه، الاتحاد ما بيردش على حاجه. طيب الاهلي كمان اكد في خطابه على ضروره تلقيه من اتحاد الكوره وبشكل عاجل شروط البطوله وتفاصيل حقوقها التسويقيه وجوائزها الماليه. هي القصه مش المواعيد بس عشان الجهاز الفني، ما انا كمان عندي حقوق تسويقيه لازم اعرف ايه اللي ليا وايه اللي عليا، هكسب كام من البطوله، البطوله وحصل تعديل فيها هتبقى مربحه ماليا ليا ولا هتبقى الليله كلها خسرانه. ده اي حد بيشارك في بطوله لازم يحصل كده. السوبر ليج عشان الاهلي يشارك فيه الناس عملت ورش عمل واجتماعات ومناقشه للوائح على مدار سنه كامله. لائحه السوبر ليج لغايه دلوقتي لسه ما طلعتش لانها بتتناقش ما بين الانديه في ورش العمل. يعني الناس بتناقش بعضها لما بتيجي تعمل بطوله جديده، لكن حضرتك رحت عملت بطوله جديده وخدت قرارات ومضيت وعملت كل حاجه ولغايه دلوقتي انت مش عايز تقول للنادي الاهلي الموقف ايه؟ خايف من ايه او قلقان من ايه؟ كانت الحجه والاعذار اصل لسه البطولات الافريقيه مش متحدده. فمش هقدر احدد ميعاد كاس السوبر للانديه الابطال، المسمى الجديد للبطوله يعني. فمش عارف لسه هعمل ايه؟ طب كل الاعذار خلصت. كل الحجج انتهت، والنادي الاهلي النهارده لما بعد ده بناء على ان خلاص الخريطه قدامه وضحت. عرف ماتش سان جورج اتاجل وهيتلعب امتى؟ السوبر ليج امتى؟ الدوري الافريقي، ماتش اتحاد العاصمه امتى؟ كل حاجه اتحددت. لذلك النادي الاهلي في خطابه وفي ختام الخطاب قال ايه؟ وبخصوص اي بطوله من جانب الاتحاد، قال الاهلي في خطابه: نخطركم مبكرا وقبل الاعلان عن اي تفاصيل خاصه بهذه البطولات بان النادي يجد صعوبه بالغه في المشاركه فيها. يجد صعوبه بالغه في المشاركه فيها، ليه؟ في ظل ازدحام الموسم القروي الجديد بالعديد من البطولات المحليه والقاريه. خلاص ما انت فات الميعاد. عارفين الاغنيه الجميله؟ أغاني الزمن الجميل، فات الميعاد. كلمتك مرة ما ردتش، بعت لك في التانية ما بصتليش، وجهتك في التالتة عملت نفسك مش شايفني، خلاص أنت حر، فات الميعاد يا فندم. كتير بكلمك وبقول لك عايزين نعرف الخريطة، مش عايز ترد، لوائح البطولة مش عايز تفيدني. خلاص كولر حدد خريطة الموسم الجديد، أنا داخل على دوري، كأس مصر القديم، كأس مصر الجديد، كاس الرابطه اللي غالبا هيتلعب اثناء مباريات مصر في كاس الامم الافريقيه في كوت ديفوار، وعندي السوبر الافريقي والسوبر المصري اللي احنا مش عارفين لغايه دلوقتي ايه وضعه، وكمان عندي كاس العالم للانديه، وعندي الدوري الافريقي السوبر ليج. 8 بطولات. حقي كنادي وحقي كجهاز فني اعرف هشارك في ايه. هل هشارك في الثمانيه؟ لو الخريطة واضحة في الثمان بطولات والمواعيد والموسم واضح بالنسبة لي هشارك، لو حقوقي واضحة هشارك، لكن على المستوى القاري والدولي حقوقي واضحة، على المستوى المحلي لا، حقوقي مش واضحة، بل بالعكس في بعض الأحيان بحس، وقطاع كبير من الأهلوية، وده الغضب اللي عند الأهلوية، حاسين إن في
الناس بتحاول تدوس على الأهلي بأي شكل من الأشكال. ليه؟ مش قادر أفهم. رغم أن النادي الوحيد اللي بيمثل مصر خارجيا بشكل مشرف هو النادي الأهلي، ولكن في قطاع كبير من الأهلاوية شايفين أن النادي الأهلي، الناس القائمين على إدارة الكرة في مصر لا تتعامل معاه بما يتماشى مع الأهلي في المحافل القارية والدولية.